وعماد طول عمره كان بطل، كان متفوق يعني، وكان في كلية الهندسة، كان جايب مجموع كبير في الثانوية العامة أو دخل كلية الهندسة، وفضل إن هو يروح الشرطة. كنت بقول له يا عماد زمايلك كتير، شوف يا عماد كل يوم واحد، كل يوم واحد من زمايلك بيموت بيستشهد. يقول لي ماما حظي طول، أخوه الصغير التاني ضابط شرطة. فعندي إحساس إن في حاجة هتحصل له، يعني إن في الدور هيجي علينا بقى. لقيت أخوه بيجري ومستعجل، لقيته دخل بسرعة غير هدومه ونزل جري، ما قاليش حاجة. وبعدين لقيت مرات أخوه بقول لها في إيه يا أماني، في حاجة؟ قالت لي لا يا طنط ما فيش حاجة. فحبة ولقيتها دخلت أوضتها وقفلت على نفسها الباب وسمعتها بتعيط. فدخلت لها قلت لها أماني في حاجة؟ عماد جراله حاجة يا أماني؟ قالت لي آه يا طنط. قلت لها عماد استشهد؟ قالت لي آه. فطلعت الأوضة التانية كان التلفزيون مفتوح، أنا شفته بقى، أنا شفته هما شايلينه. لقيت مكتوب بقى على الشاشة استشهاد المقدم عماد الركايبي، ولقيت صورته هو بيضحك وفرحان كده، يعني صورته كانت جميلة جدا. وبعدين جابوا الفيديو بقى، شفته وعرفت اللبس اللي هو لابسه وهما شايلينه على النقالة. قلت لها أماني هو ده عماد. اللي انا سمعته بعد الكلام ده الحس ان هو ما يعني لما شاف الارهابي داخل على الكنيسه فخده وراح بيه بعيد يعني عسرها، وحصل التفجير في فالحمد لله ما خافش وما ما 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 زعجش. هو يعني مولود عشان يبقى شهيد، او كانت حياته وسيرته وطيبته وعلاقته بالله سبحانه وتعالى انه ده هيبقى شهيد. وفي الاول وفي الاخر حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم، كل مفتري حسبنا الله ونعم الوكيل. هو الظالم مش هيفلت من عقاب الله سبحانه وتعالى. انا عايزه حقهم، يعني عايزه حقه وحق زمايله اللي راحوا معاه سواء يوم الحد او قبل كده. احنا بنستعجل من الدوله حق اولادنا.